اللاعب باروزيتش طبعا لاعب الجبل الأول، وكما نعلم دائما لقاءاتهم في منتهى القوة السوبر اللي كان في طبعا يوم 3 أغسطس 2017 كان أيضا 3-2، سجل إيموبيلي وسجل هدفين وسجل ماريجا وكان سجل ديبالا هدفي فريق ليفانتوس. غيابات كثيرة اليوم النهاردة، يمكن دكة البدلاء في اليوفي فيها كليني وفيها ألكساندرو وفيها دوغلاس، وغاية 12 مباراة الأخيرة في هذا الملعب لم تشهد فوز لنادي لاتسيو، بل إن لاتسيو هزم في 9 وكان تعادل في 3 لقاءات. آخر مرة كانوا فازوا هنا بهدفين خطير أمام مساحة بارولو، ولكن التسديدة تطلع إلى خارج الملعب، كرة تطلع لخارج التعادل 2-2. ولا ننسى أن لاتسيو أيضا من الفرق المؤهلة لدور ال 16 وهيلعب إن شاء الله مع دينامو كييف في مباراة الدوري الأوروبي بإذن الله في يوم. بقول لحضراتكم كل اللي بيتحدث عنه وصل يعني تقديرا كده قيمة ثمنه إلى 100 مليون يورو. لاعب اللي كان تألق في كان التحام قوي من جانب لوكاس مع اللاعب ديبالا في اللقطة الماضية. شوف هنا سقوط باولو ديبالا، حكم اللقاء لوكا بنتي واللعب يستمر. اللقطات المستمرة في مباراة اليوم، صحيح أليجري لعب أمام مميز جدا هجوميا نادي فريق لاتسيو، سافيتش ميلانكوفيتش والكرة الكعب لكن على طول تعب ولا أن يسجل. شفنا الدفعة بتاعت لوكاس في ظهر ديبالا في خسارة طبعا لاتسيو أمام الميلان في نصف نهائي الكأس. ولعب برناردسكي وأصيب برناردسكي فبراير مباراته مع تورينو، حتى اللقاء اللي طبعا اللي لعب أمام فريق نادي جونزالو إيجوايين لكن مع اليوفنتوس سجل هدف في 3 مباريات. جونزالو إيجوايين خارج أمامنا هنا كرة على طول لوليتش، الكرات العرضية لكن على طول صمام الأمان مهدي بن عطية بعد ما أضاع ركلة الترجيح يعني ظهر بصحبة صديقته كان سيموني إنزاجي اللي تولى المهيعة، ودي بنفس الطريقة ولكن المرة دي يقابل على طول يقابلها راداو. لاتسيو الأخطر في هذه المباراة سدد مع جوردون لوكاكو انطلق ولكن يا سلام مهدي بن عطية يا ولد واحد يتكلم عن مدافع يعني الحقيقة النادي لاتسيو. كرة مقطوعة مهدي بن عطية روجاني مارزالي اليوم في التشكيلة اللي لعبت أمام أتلانتا في إيطاليا. هل لاعبي يوفنتوس يعني مباراة مهمة مباراة مصيرية 3 نقاط مهمة جدا حتى لا يتسع الفارق مع نادي نابولي. كان لسه شيت لكن بيعيبه اللمسة الأخيرة، يمتاز بالقوة والسرعة لكن جوردون لوكاكو يعني ما عندوش شوف كان ممكن يسجل في هذه اللقطة الفرصة الكبيرة ركنية رابعة يوفنتوس. نادي نابولي دخل مرماهم 15 هدف في حين هجوم هو الأقوى هجوم لاتسيو 64 هدف في حين يمسك وسط ملعب هادي بن عطية. مشاركاته السابقة فاز في مناسبتين أمامنا هنا بالتابع أمام يوفنتوس 147 مباراة 78 فوز لليوفي 36 تعادل ولاتسيو فاز 33 مرة آخرها لقاء. شوف مهدي بن عطية هذه الجماهير مهدي بن عطية نادي يوفنتوس يعني لقاءاتهم ويوفنتوس 28 مباراة الأخيرة ولوكاس ليفا في الدقيقة 5 هل فيها يعني فيها خلاف طبعا أكيد لكن ديبالا ذكي يعني أيضا جريكو وولس وباستوس وموريجا أسماء الموجودة في ستورارو بنتنكور وأيضا ماتيا بليني وهفيتس طبعا اللي لعب 67 دقيقة فقط أمام كروتوني ماركيزيو ألكساندرو دوغلاس كوستا تشيز المميز شوط أول في العديد موبيلي رأسية كانت أيضا من اللاعب كرة لكن الهدف ألغي. فرصة أيضا كانت للتسجيل من جانب خضيرة في تسديدة مرة يلعب على يمين الشاشة يوفنتوس على الشمال استراكوتشا لاتسيو في الدفاع 3 لاعبين لاينر وخضيرة وبيانيتش وماتويدي وأساموا ثم في المقابل جونزالو إيجوايين المصاب باللقاء. تعليمات إلى ماركيزيو أعتقد هيكون له دور ممكن نرى أيضا ألكساندر اليوفي هذه أمامنا هنا الانطلاقات 2016 كلنا نفتكر كان دور 16 أمام بايرن ميونخ انطلاقة هنا أبو حاولة من جانب سافيتش لاتسيو هيلعب أيضا أمام دينامو كييف دور 16 شوف أمامنا الإعادة هذه الكرة ترتطم في سافيتش مهدي بن عطية وكرة 2-1 لصالح نادي لاتسيو في تورين سجل إيموبيلي كرة على طول تعود كل
لفريق فاز مرتين. لاتسيو فاز من 1-98. لوكاكو كان في التحام مع مانزوكيتش او روجاني، هو كان في دفع الكرات اللي من جنب الشمال، لكن دون استغلال. مهدي بن عطيه القادم امام توتنهام، لكن المهم الحاجه الملحه للفوز النهارده اسامو. مباراه اعتقد هيبقى فيها يعني هدف، فيها هدف، فيها خطفه كده. نشوف بقى هنا مين ينجح في احراز هدف الفوز، هدف الثلاث نقاط. هل لاتسيو صاحب الملعب؟ وفوز لم يتحقق في هذا الملعب منذ التمريره وخطيره يا موبيل. يا سلام يا بوفون، يا سلام يا بوفون، حارس المرمى العظيم بوفون في هذه ايطاليا. الحظ والتوفيق في الوصول الى اليوفي، يرغب في الفوز ويرغب في العود. لويس البرتو في كره خطره، لوكاس في اللقطه الماضيه مع مهدي بن عطيه، ولوكا بنتي في هذه الكره الصعبه برضو زي كره الشوط الاول اللي كانت ما بين ديبالا ولوكاس في اللقطه اللي تهمنا، كره بن عطيه ولوكاس. ادي امامنا هنا هو تهور في اللقطه الماضيه، ولكن حكم اللقاء قال لك التحام طبيعي على الكره والصدام طبيعي. كل مترقب، جماهير، النجوم السابقه، اداء ارهاق لاعبي يوفنتوس في مواجهه اتلانتا كان في لقاء العوده في نصف نهائي. فيك كره ثابته ممكن يسجل زي ما سجل يعني اكثر من كره من خارج منطقه الجزاء امام تورينو وامام بولونيا وامام اودينيزي. لم يكن لخضيرة دور في هذه المباراه. بارزالي بن عطيه بخروج لشتاينر ودخول دوغلاس والعوده الى اربع مدافعين. مهدي بن عطيه المباراه كان ممكن تاخد شكل اللي يعني تشعر فيها، عندها راحه، عندها محاولات، وهذه الراسيه مهدي بن عطيه يختبر في هذه المباراه. بوفون يمكن الكره الوحيده اللي بتاعت ايموبيلي الشمال خلاص يعني هذه البديل امامنا هنا فيليبي اندرسون. جهزت ماركيزيو ايموبيلي هيدخل وهيشترك دوجلاس. يعني تشعر النهارده حيران حقيقه الليجري في طريقه لعبه. هذه لمسه المره دايما 65 يعني لوليتش ولوكاكو ما بيتقدموش، ووسط الملعب الثلاثه بارولو ليبا سافيتشي ميلانكوفيتش يبقى ممكن نقول اقل من كده، لكن في جهد. شوف حتى المباراه واضحه على تصل الى دفاع لاتسيو. مره ثانيه ترجع مره ثانيه مهدي بن عطيه. يوفنتوس رقميا متفوق دخل بديل لاعب البرازيلي قادم كان من نادي بورتو في 2015، واللي بيطمح النهارده انه يضع اسمه ويسجل ويكون المنقذ في هذه المباراه زي ما سجل. ثلاث تبديل متبقي لليوفنتوس، تبديل متبقي لليوفي الدوري الاوروبي. فيليبي كايسيدو بيستعد رامي التماس. ادي الكرات اللي بتلعب من بارزالي في منطقه خطره جدا. يشوفي كان اداء مفاجئ ما قام بها الليجري من تعديل طريقه اللعب. كاس بطل للسوبر ومركز ثالث حتى الان، ووصل دور ال 16 في لقاءات الدوري الاوروبي امام دينامو كييف، وخرج امام الميلان في نصف نهائي كاس السيد. تعادل امامنا. ادي مهدي بن عطيه، ادي مهدي بن عطيه. يبدو ان مهدي سلامات لمهدي واحد من اللاعبين المميزين. اعتقد هيبقى في تبديل. شوف هنا مهدي بن عطيه، هل في اصابه؟ هل هيقدر يكمل؟ هل يسجل اليوفي انتصار في هذا اللقاء ام يكون ل والتحام مهدي بن عطيه. يبدو مهدي اصيب في الكره دي على فكره. مهدي خوف على لاتسيو من الارهاق ده، يوفنتوس هو اللي مرهق كمان في هذه المباراه لنادي جنوا. امامنا هنا من تابع، اذا تبديل بعدما شاهدنا شوط اول جيد الحقيقه، شوط ثاني كان اقل من المتوقع. أليجري يتحمل هذه النتيجه التعادل السلبي لانه ما قام به في مباراه اليوم وتفكيره في مباراه يوفنتوس لم يقدم الاداء اللي يعطيه الحق في الفوز بالثلاث نقاط. اتكلمنا عن الفرص شحيحه قليله في كرة مع اللاعب لوكاس، بخلاف ذلك الشوط الثاني فقير تماما في كرة القدم. الكثافة وعدى ديبالا. حط جسمك يا ديبالا، حط جسمك يا ديبالا، سجل يا ديبالا. جول 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 جول، هي لمسة إبداعية، هي الجوهرة الأرجنتينية هنا في هذه اللقطة. سجل يا ديبالا، روح يا ديبالا، فرح جماهير اللي أمامك. هي اللقاءات كده، نسيني الأداء، نسيني كل ما حدث في وهدف ديبالا هو الهدف الاغلى، قد يكون هدف لسكوديتو، قد يكون حقيقه ديبالا. ويعلن لوكا بنتي عن نهايه كبيره فيها الكثير من النديه والاثاره بين لاعبي يوفي ولاتسيو. بعد لعب مباراتين على مستوى كاس السوبر
بين يوفي ولاتسيو، يخسر يوفي هذا الفريقين ينتهي بانتصار لصالح لاتسيو، بينما لقاء الإياب ولقاء